هنا في جزيرة الحديريات في أبوظبي نتعرف على مسابقة تحدي مستقبل التنقل وأبرز أهدافها. تحدي مستقبل التنقل مسابقة تهدف للارتقاء بالتفكير الابتكاري وتعزيز فرص التعلم التنافسي للطلبة ورفد المشاركين بمنصة عالمية لإطلاق أفكارهم الخلاقة وتصميم نماذج تعالج المشكلات في قطاع التنقل. مسابقة تحدي بناء المستقبل للسيارات الكهربائية اللي بيشمل عدة مدارس، مئات الطلاب، جامعات من مصر، من الإمارات، من قطر، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيطاليا. هدف المسابقة وهدف بناء السيارات إدراج الطلاب تحت بناء المستقبل، الاستدامة، استخدام الطاقة الكهربائية لبناء السيارات. ويشمل التحدي مسابقتين رئيسيتين هما مسابقة الجائزة الكبرى لأفضل مركبة كهربائية ومسابقة التحدي العالمي لأفضل مركبة كهربائية المخصصة لطلبة الجامعات. المسابقة هي فتحت علينا أبواب كثيرة وتخلتنا نتعلم أجزاء كثيرة في مجال تصميم السيارات. عشان نتناسق مع مشروع الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هاي المسابقة بتعطيك أنت فكرة ونموذج تاني أنك أنت تحاول تبني وتطور بالأشياء اللي عندك إياها، خصوصياً بالأشياء بالسيارات الكهربائية مثل هاي المسابقات. اللي استفدته أن احنا رجلنا عملنا كل حاجة بأيدينا من أول للآخر، من أول مرحلة الديزاين لحد مرحلة التصنيع، احنا حتى اللي كنا بنشرف على البروسيس اللي كانت بتحصل. استفدنا وايد أشياء، منها العمل الجماعي وكيف ننظم وقتنا ومع المشروع، ووازننا بين الدراسة ونشتغل بالمشروع النهاخ يعني برا المدرسة. نحن كطلاب هندسة ميكانيك يهمنا أنه ندخل بالحياة الواقعية، نطبق الأشياء اللي تعلمناها بالجامعة. المسابقة تشكل عاملاً محفزاً للطلبة للبحث عن وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير معارفهم في مجال الطاقة المتجددة، وفي ذات الوقت تعزيز الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية المركبات الكهربائية ودورها في توفير خيارات النقل النظيف.